السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وفقرة جديدة النهاردة من برنامج كلمة فاصلة. حلقتنا النهاردة تخص كل السيدات والبنات الحلوين الأمارات. ليه؟ لأن حلقتنا النهاردة تخص تاج المرأة، تخص شعرك وجمالك وأناقتك اللي بتديكي شكل ومظهر يليق بجمالك. وعشان كده النهاردة دورنا على افضل حد ناخد منه المعلومات اللي نحتاجها للشعر، وهي متخصصه الشعر. معانا النهارده متخصصه الشعر ومدربه الصبغه واشهر يوتيوبر صاحب القناه بوسي، صاحبه الانامل الذهبيه لجمال شعرك. اهلا بك يا استاذه بوسي. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. في البدايه كده يا استاذه بوسي، قبل ما ادخل في الحاجات الجميله اللي حضرتك عاملاها بالنسبه للصبغات والبروتين وحاجات كتير تخص الشعر، عايزه يعني اشجع السيدات اللي بيتفرجوا علينا والبنات، اخترتي المهنه دي ليه؟ بصي، هي المهنه بتاعتي بالذات او اي مهنه عامه لازم تكون حب في المهنه نفسه. فانا من وانا بنت بصراحه كنت بحب العب في شعري كتير، وبعد كده قرايبنا، وبعد كده لما كبرت بقى تخصصت فيها وخدت كورسات وحبيتها، لان هي بتبقى فن اكتر ما هي تبقى اختيار مهنه معينه. بس يعني بقالك كده تقريبا، انت بتقولي وانا صغيره، بقالك قد ايه في المهنه؟ عشان في بدات اشتغل خلاص 15 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب كلميني عن فكرتك، ان انت لما اكتسبتي خبره من مجالك بدات تدي كورسات. بصي، هي الكورسات دي انا ما كنتش بصراحه حاطاها في دماغي اصلا، بس لما ابتديت اعمل القناه واحط كل خبرتي كلها في القناه وباسرار شغلي كلها، وازاي اعمل الشعر وازاي اطلع لون واتفادى الوان كتير، ابتدى المتابعين هم اللي يقولوا لي يا مدام بوسي بعد اذنك يا ريت تدينا كورسات وباسعار على قد الايد يعني. فمن هنا هم اللي شجعوني وابتديت ان انا ادي كورسات، والحمد لله بروح محافظات وكده. ما شاء الله. طيب محافظات بس، ولا ممكن الكورسات دي حد يحجزها معاكي من خارج البلاد؟ يعني مش شرط مصر بس. انا بقول بروح، انما لو اونلاين بيحجزوا معايا كتير جدا اونلاين، يعني متاح حجز اونلاين كمان على برنامج زوم وبينزلوا كل حاجه وبيشتغلوا. وانا ليه سالتك السؤال ده؟ ما تستغربيش من سؤالي، لان انا طبعا مع حضرتك على الصفحه، وحاجه جميله جدا جدا سواء كان قناه اليوتيوب الخاصه بحضرتك قناه بوسي، او اللي حضرتك بتعرضيه على البيج بتاعك، بلاقي تعليقات كتيره قوي من ناس في الدول عجبتني كتير وشدتني. ما شاء الله ربنا يوفقك ومزيد من التفوق ان شاء الله. طيب استاذه بوسي، نيجي بقى للحته المهنيه اللي هي قطر الصبغه بيبوظ الشعر. بصي، هو بينتج عن الخامه او الماده اللي احنا بنشتغل بيها. في ماركات كتير جدا في السوق ليها اضرارها، وفي ماركات ليها مميزاتها. ينبع بقى المتخصص نفسه اللي بيشتغل بيبقى عارف ايه هو اللي يضر الشعر وايه هو لا. زي الفيديو اللي معانا كده، بتعلميهم الكلام اللي حضرتك بتقوليه في الكورسات؟ تمام، كل حاجه كل حاجه بالتفصيل، وبقول لهم على الماركات كمان اللي متداوله واللي فيها نسبه كرياتين وفيها ماده ترطيبيه عاليه، زي ماكسيما. انا بشتغل بسبب ماكسيما، حلوه جدا. تمام. طيب كلميني عن الفيديو اللي معانا، يعني حضرتك ده تقريبا كانت صبغه في كورس. تمام. بتعلمني فيها في كورس. تمام. بتخلي المتدربين عند حضرتك يشتغلوا بايديهم، بس انا دايما بلاقي الحته دي شويه المتدرب لا، ان هو اقعد الاول اكتسب خبره، اسمع الاول بعد كده عملي بايدك. بس انا شايفه ان العملي ومعظم التعليقات او الاراء اللي عند حضرتك ان فرحانين ان هم اشتغلوا عملي. سؤالك حلو قوي، عجبني قوي بصراحه. اولا الحمد لله برضو ان يعتبر انا الوحيده اللي في مصر اللي بخليهم يشتغلوا من اول محاضره. وبرضه براعي قوي ان ما يحصلش ولا غلطه، فاهمه قصدي؟ ان ما يبقاش في تاتش غلط في الشعر، لان هما جايين متحمسين جدا جدا ازاي الشعر بيطلع كده. فايدي بايديهم الاول، بشرح لهم ساعه نظري، وبعد كده نبتدي نشتغل. يعني انا ببتدي اشتغل شويه في الشعر وانا بقى ايدي بايديهم بس. فكان لازم جدا 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 لازم يشتغلوا بايديهم، لازم. تمام. طيب خلينا نتكلم برضو عن موضوع اختيارك للالوان الصبغات. هل حضرتك بتساعدي اللي بتيجي بتبقى عايزه مثلا تجدد، تعمل نيو لوك في شكلها؟ تمام. تغيير، بتساعديها في اختيار اللون؟ بصي، اولا في زبونه بتبقى شاطره بتخش تقولي شوفي ايه اللي يناسب على شكلي، دي انا بحبها قوي، لان انا من كتر الشغل ببقى عارفه ايه اللي يليق على كل بشره. تمام.
في بقى واحده تقول لك لا انا عايزه اللون ده، خلاص انا بعمله لها وبتبقى هي بقى خلاص كفيله بقى بينا. طيب معانا بس اتصال عشان من المانيا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير عليكم. مساء النور ام جمال. ام جمال من المانيا، اهلا بيكي. اهلا بيكي حضرتك. سمعيني ام جمال؟ سامعاكي. طبعا ام جمال انا متشرفه طبعا بمكالمتك معانا النهارده. عايزه تقولي ايه الاستاذه بوسي؟ حابه اقول لها منوره الشاشه، وانا كنت معاها بالكورس اونلاين. اونلاين. قعدتي معاها قد ايه في الكورس؟ قعدتي معاها شهر. شهر. بدأتي تشتغلي ولا لسه؟ لا انا بدأت اشتغل بعد ما حضرت الكورس، واستفدت كتير من خبرتها وكلامها على الكورس، وكانت عاملة كورس صبغات. ايه اللي خلاكي تختاري استاذة بوسي انك تاخدي معاها الكورس؟ انا كنت متابعة معاها باليوتيوب. تمام. وكنت بشوف فيديوهاتها الرائعة وشغلها الحلو، بقى حبيت استفاد منها ومن خبرتها، واشتركت معاها. حبيبتي سورية ومقيمة في ألمانيا. شرفتنا اتصالك أم جمال، وأنا مبسوطة على مداخلتك، ميرسي ليكي. كلميني عن زي ما قلت لك كده اراء الناس اللي على صفحتك، هذه اللي لفتت نظري، ولما دخلت كمان على الفيديوهات على قناه اليوتيوب بوسي لقيت ما شاء الله عليك يعني. حتى بس في عندي سؤال، لما دخلت اتفرج بقى عشان انا اكتسب خبره في بيتي، لقيت ان انت دايما في فيديوهاتك عايزه تعلمي مش المشاهد، مش الناس اللي هتقعد في بيوتها، لا انت عايزه تعلمي اللي عايز يعمل مشروع اللي هم عايزين يشتغلوا. كلميني في اكيد اسرار كده وتكات وحركات للشعر انت مش بتحبي تضيفيها اسرار شغلك. انا اول مره كنت اعرف ان هم ما يعرفوش يعني ايه مصححات، يعني لكل شعر ليه مصحح معين، فانا كنت حابه جدا جدا اقول دي في الفيديوهات. بهرت الناس جدا جدا، كان اول مره يسمعوها، يعني كانوا يعرفوا ان في مصححات للبشره، فاهماني، في الميك اب، فكانوا يتفاجئوا ان في للشعر مصححات برضو، يعني كل شعر يطلع بعد السحب ايه. فكنت حابه قوي الموضوع ان هم برضو يعرفوا كل دوت، وكفايه دعوتهم ان هم يكتسبوا مهنه يبقى مصدر رزق ليهم طبعا. طيب عايزين برضو نتكلم عن صعوبات مجالك، اكيد مش سهل انك توصلي للدرجه اللي حضرتك فيها دلوقتي، وكميه المشاهدين وكميه الناس اللي انا عايزه اقول لحضرتك من ساعه ما اعلنا بوجود حضرتك معانا النهارده، انا جالي كميه رسائل على صفحتنا على صفحه برنامجنا على وجودك معانا النهارده. كلميني عن خبرتك وعن المتاعب اللي قابلتيها في مشوارك. بس هي طبعا صعبه جدا في الاول، جدا فوق ما تتخيليها. شغل الشعر بالذات انت بتشتغلي مش عارفه ايه اللي هيطلع، بس مع الممارسة خلاص بتبقى الموضوع سهل جدا. طيب ناخد اتصال من السعودية، اتصالاتك من بره الدولة كتير. اونلاين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكي. اهلا بيك حبيبتي، الله يسعدك. حضرتك من السعودية؟ شريفة. ايوه من السعودية، من السعودية من جدة. انا من الاونلاين مع بوتي تقريبا من سنة ونص. قولي لي خبرتك اللي اكتسبتها. وبصراحة أنا يعني أول ما شفت حاجة البرنامج حبيت إني أتشكر للست بوسي على كل إشي شفناه منها وأخذناه منها، وبشكرها كثير. كانت تحكي لنا من قلبها كل إشي بالتفصيل اللي إحنا عايزينه بالشغل. وطبعا هي بعد الله سبحانه وتعالى اشتغلت والحمد لله، وكل إشي الحمد لله يعني بشكرها كثير. يعني هذا اتصال خاص لبوسي بس عشان أتشكرها. شكرا يا شريفه حبيبتي، نورتيني. احنا متشكرين جدا لاتصالك. حابه تقولي حاجه تاني الاستاذه بوسي؟ بوسي انا بعدها معلمتي ملهمتي، وانا تلميذه من تلميذاتها القدام، وهي يعني مقام بنتي بحبها كثير. حبيبتي ويسعدها، وبتمنى لها تكون صاحبه ست بالعالمين ان شاء الله. تسلميني، تشرفتينا مدام شريفه.
قولي لي يا استاذه بوسي، ببقى مبسوطه قوي لما بلاقي سيده بيكون ليها كميه التعليقات اللي انا بشوفها وكميه الاراء اللي معاكي ما شاء الله ما شاء الله تتشود طبعا. قولي لي ندخل بقى في حته الشعر عشان برضو نفيد المشاهد معانا. لما بتيجي تعلمي المتدربين معاكي، لو خصله الشعر عايزه تتعمل بروتين، عجبني قوي في الفيديو لحضرتك ان انت لما بتيجي قلتي قبل كده حتى الفيديو معانا بس طبعا من غير صوت، بتقولي لها لا العميله تيجي عندي ما تقوليش انا هعمل بروتين، انا اشوف شعرها يتعمل اللي ايه يناسبه. تمام. يعني في ناس بتيجي تقولك انا مثلا عايزه اعمل بروتين، بتقولي لها لا. ايوه طب ما انا ممكن اعمل لها وهو مش شعرها مش هيستحمل، اذا ايه اللي هيحصل؟ شعرها هيتلف. هتجيب اللوم على مين دلوقتي؟ على المتخصصه اللي هي شغاله؟ لا. فبالتالي وانا بشرح في الكورس بقولها هي كل اللي هاممها انها تيجي تفرد شعرها تلاقي حرير، ده كل اللي هاممها عشان تريح نفسها بس. فهي عندها اعتقاد ان البروتين خلاص هو المناسب لشعرها. بس في فيلر، في ترميم، في تركيبات كتيره جدا، في بوتاكس بتعالج الشعر اكتر من البروتين. تمام. فلا انا بقول لهم في الكورس هي طالعه عايزه تيجي تخرج شعرها سايح، فبقول لهم قول لها ماشي اوكي تمام، بس انت بنفسك بتشوفي. وبقيت اقول لهم الشعرايه دي تتعمل بايه او دي بتعمل ايه، ايه اللي يناسب ليها وبنعمله. طبعا حضرتك مش هتبخلي على مشاهدين برنامج كلمه فصفه، اللي حابب طبعا يستفسر عن اي شيء ممكن تدخلوا على صفحه بوسي. قولي اسم صاحبه الانامل الذهبيه على اليوتيوب. تمام. وعندكم ارقام تليفوناتها على الشاشه، وعندكم اسم القناه اليوتيوب. اي حاجه من الثلاثه دول لو حد وصل لها وهي بخلت عن حد قولوا لي، وانا يعني هوصل الاستفسار وهجيبه لكم اكيد ان شاء الله وهي تكون معانا تاني. استاذه بوسي قولي لي، انا مثلا لو برضو شعري عايزه اعمله لون معين من الصبغات، هل بتنصحيني ان في الوان بتنشف الشعر زي اللون الاشقر تقريبا؟ بسمع دايما ان هو لا بينشف قوي الشعر، هل الكلام ده صحيح؟ قصدك اللي هو التفتيح العالي اللي هم بيبقوا عايزين رماديات وسيلفرات وزيتوني، ده بيحتاج شبيه لده كده، بيحتاج تفتيح عالي جدا جدا. بس في عوامل حمايه تمام زي الاولا بليكس والماسا بليكس، دي بنحطها طبعا، هي غاليه جدا جدا. فانا بقول لهم في الكورس بدايل ليها عشان نوصل للمرحله دي. بعد ما بتعلميهم بيبقى فيه زي ما انا شايفه، طبعا انا واخده الفيديوهات دي من على صفحتك، زي ما انا شايفه كده بيبقى فيه تكريم ليهم او في شهادات تثبت ان هم اجتازوا مرحله التعليم؟ طبعا. اولا النقابه استاذ سعيد عمران تمام، نقابه مصففين الشعر، كل كورس انا بعمله بيكون فيه اشراف على الكورس. وطبعا انا عايزه اقول لك ان الكورس مش تعليم وخلاص، يعني انا بعد كل محاضره لازم يكون في امتحان على المحاضره اللي قبليها للنظري. هقول لك ان الشغل السبق نظري اكتر. ازاي نظري اكتر؟ وانت تعرفي ايه النقيض وايه المؤثرات، ايه المصححات، ايه النسب والتناسب، قاعده 12، حاجات كده لازم كلها تتحفظ وتتفهم وبعد كده بيطبقوا، فاهماني؟ فلازم اسمع بودني الامتحان صح تمام، فبالتالي بياخدوا الشهاده. استاذ سعيد عمران بيجي وبينورنا في التكريم. انا خدت معاكي كورس وخدت فيه الشهاده، هل بيبقى فيه درجات في الكورسات؟ يعني مثلا شهاده في الصبغه او شهاده؟ لا هي انا بحسب قصدك سؤالك ان هم ممكن يشتركوا تاني مره ولا حاجه. لو اذا كان سؤالك ان هم ممكن يشتركوا تاني، في معايا بنات من اول كورس، يعني هم حابين ان كل مره بيجي لنا موديل بيتعلموا حاجه جديده، بيحب تحس ان هو بياكدوا على المعلومه. انا ممكن اقعد دلوقتي البنات اللي كانوا معايا من اول كورس هم اللي يشتغلوا، فهم حابين ان هم ايديهم كل مره بتشتغل اكتر. اصل هي عايزه جرأه 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 يعني، وعايزه ايد مسطره في الخصر. ايوه صح، عايزه تكرار جدا التعليم جدا. هي في كل مهنه وخصوصا في المهنات العمليه قوي زي الشعر والميك اب، عشان دي حاجات يعني انا لو رحت لواحده وبوظت لي شعري انا ممكن اخد شعرها ومروح. ايوه بيجي لنا كوارث بيجي لنا كوارث جدا في الشعر، بيجي لنا حاجات بنتفاجئ بيها اصلا بسبب ان هم ذابوا شعرهم وتلف منها.
ناخد معانا اتصال. اتصالات النهارده كتير، ده هم يا دوب كده بيحاولوا يلحقوا المكالمات. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه شيماء، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي حبيبتي. ازيك يا مدام مها؟ حضرتك عامله ايه؟ ميرسي يا حبيبتي، الحمد لله بخير، شرفنا اتصالك. ممكن اكلم مدام بوسي؟ طبعا يا حبيبتي، اتفضلي. استاذه بوسي معاكي. منوره يا مدام بوسي. حبيبتي يا شيماء، الحمد لله حبيبتي، وحشتيني جدا. منوره الشاشه والله. بقمر يا قلبي. تسلمي يا حبيبتي. هو انا طبعا كنت مع مدام بوسي اونلاين، كنت معاها باخد كورس اونلاين، كنت في السعوديه. وفعلا استفدت جدا جدا يا مدام بوسي ورجعت. لا بس قولي لي يا استاذه شيماء، بس معلش فضل. عشان بس لفت نظري كده كم يعني، حتى في الاتصالات اللي قبل حضرتك. اتفضلي. روح استاذه بوسي معاكم في التعامل جميله جميله، هي اختنا. انا حاسه ان انتوا يعني داخلين كاصدقاء. يعني هي حبيبتي، انا اصلا كمان واخده كورس معاها من كام شهر، ولحد دلوقتي احنا مع بعض. ورجعت مصر. ولو احتجت اي سؤال هي معايا على طول، وانا اصلا رجعت مصر كمان وكملت شغل. طبعا هي مدام بوسي فادتني جدا جدا في شغلي، والحمد لله بفضل الله وبفضل مدام بوسي. انا الحمد لله انا عامله بيهم جروب على الواتس، ما بسيبهمش. طب هل بعد ما خلصتي استاذه شيماء، هل بعد ما خلصتي معاها الكورسات واكتستي مرحله الشهادات والكلام ده كله، لو احتجتي منها معلومه بتبخل عليكي فيها؟ طبعا هي على طول معايا، بقول لك هي على طول. طبعا ايه بتبخل عليكي؟ هي معايا على طول. لا طبعا معايا على طول، اي حاجه انا بحتاجها على طول معايا، في كل سؤال بساله. فعلا جزاها الله خير، فعلا حبيبتي حبيبتي. وانا بس اصلا بطلت بيها اقول لها انا بحبها قوي حبيبتي يا شيماء، وهي منوره الدنيا كلها. تسلميني يا قلبي يا شيماء، شرفنا اتصالك يا استاذه شيماء، ميرسي جدا لمكالمتك معانا. استاذه بوسي، لاحظت ان روحك جميله قوي. انا كمان بدايه ما كلمتك وتفضلتي مشكوره، قبلتي دعوتي النهارده على وجودك معانا عشان خاطر ان احنا ندي المعلومات اللي احنا عايزينها، وفي نفس الوقت نشجع البنات اللي قاعده ان هي تنزل تشتغل تكتسب خبره. ما تقولش لا انا هروح اتعلم كورس مثلا في ميك اب او في شعر او الكلام ده كله مش هعمل بيه حاجه. لا، عايزاكي برضو تشجعي البنات او المشاهدين معانا نقطه ان انا اخد كورس دي واكتسب خبره. كلمينا شويه عن النقطه دي. انا معايا ناس ممرضين، يعني شوفي هم ممرضين وشغالين بالفعل في المستشفيات، وبالفعل دخلوا اشتركوا في الكورس. اللي بيتم ان هم مثلا ايه، يعني بتخش تشجع لان هي حابه. انا عايزه اقول لك ان اللي عايز تبقى متخصصه شاطره في الشعر ما تبصش للماده ابدا، لازم تكون حابه انها تشتغل في الشعر. ما تبصش انها داخله المهنه علشان الماده، لو داخله المهنه عشان المهنه عشان الماده مش هتشتغل. طيب هتعرف. ندخل في نصائح في نفس الكلام، نصائح كده بقى وحاجات. نصائح عشان قربنا نختم حلقتنا. تمام. ما تجسفش، لازم تدرس كويس ولازم تمارس ولازم مره واثنين وثلاثه تاخد كورس. احنا بنحطك على اول السلمه، وانت بعد كده بتخدي حياتك في ان انت تمارسي المهنه، مش ان انت تاخدي الكورس وتقعدي بس. طيب يا رب يا رب يا رب، بتمنى لك كل التوفيق، وانا مبسوطه بوجودك معانا النهارده. ولو عايزه تقولي كلمه اخيره في ثواني اتفضلي. اقول لكل سيدات البيوت والبنوتات اللي لسه بينشأوا، القناه عندي موجوده، اللي عايز يدخل اهلا وسهلا بيه. وعندي الواتس بتاعي، المهنه كلها تحت امركم، مش صعبه ولا حاجه، اهم حاجه ان انت تحبيها. وان شاء الله طبعا هي بتبقى مصدر رزق في الزمن اللي احنا فيه دوت كويس قوي. اكيد يا استاذه بوسي، ان شاء الله يكون متابعين حضرتك على قدر الاهتمام ويهتموا اكتر بخبرتهم مع حضرتك او يكتسبوا خبره مع حضرتك. شرفتينا يا استاذه بوسي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. شكرا. للاسف وقت حلقتنا خلص النهارده، وقبل ما اختم حلقتي واقول لكم باي باي، احب اشكر استاذي المخرج الجميل استاذ وليد عماره، متشكره جدا على تعبك معانا انك تزل لنا الحلقه بالشكل ده. متشكره، والى اللقاء.